جزاكم الله خيرا. هذا سائل أرسل بسؤال من سائلة ميم ميم ألف من جمهورية مصر العربية وتعمل بالمملكة. تقوم بعض شركات الأدوية بعمل ندوات علمية لشرح ما هو جديد في عالم الطب والأدوية في إحدى الفنادق، ويعقب هذه الندوة حفل عشاء أو غداء حسب الوقت المحدد. السؤال: هل هذا الطعام فيه شبهة من حيث مصدر المال، بمعنى أن تكون التكلفة للحفل على حساب ارتفاع سعر الدواء الذي يتحمله المريض؟ نرجو الإفادة. هذا الطعام الأصل فيه الحل إلا إذا علم أنه من مال حرام، إنه لا يحل أكله. أما إذا لم يعلم فإنه الأصل فيه الحل، والحمد لله. نعم.